فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن مجموعة من الإخوة ولنا أرض قد عرضناها للبيع قبل 8 سنوات، ثم بعناها قبل الحج، قبل حج العام الماضي. سؤاله: هل يجب فيها زكاة عن تلك السنوات؟ نعم، كل سنة زكاة ما دام أنها معروضة للبيع، كل ما يتم عليها سنة تقوم وتثمن بما تساوي والزكاة. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يخرج كل واحد منا نصيبه من الزكاة أم نخرجها جميعا؟ بالخيار، يخرج كل واحد نصيبه أو تخرجونها جميعا، ما في بأس، المهم أنكم تخرجونها. نعم.